ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 جدا. النهارده فيديو جديد، فيديو حماسي كالعاده من فيديوهاتي الجامده جدا جدا اللي بعملها. النهارده نزلت هايبر، اشتريت شويه مشتريات ليا قبل الولاده. فاضل لي حوالي 3 4 ايام وولد. احساس بلخبط كده، مش عارفه اعمل ايه. امبارح كنت نايمه بقيت بحلم بريحه بنج، فقلت كده ايه قبل ما اولد انزل اشتري شويه حاجات، لاني انا كنت شاريه حاجات من تقريبا شهر، وطبعا في حاجات كتيره خلصت وفي حاجات كتيره جايباها في المشتريات دي لماما وكده. فانا نزلت انا واحلام جبنا شويه حاجات كده، تشوفوا برضو في الفيديو عند احلام، قلت اوريها لكم وافيدكم بتجاربي الجميله. النهارده المفروض ان بكره الوايت فرايداي، والنهارده في خصومات يعني، بس هو ما كانش في خصومات قوي يعني، ودي خدعه. جبت شويه حاجات كده على قد ما اقصهم هوريها لكم. حاجات انا يعني هي فيها حاجات كده محتاجاها وحاجات هخليها في الثلاجه وكده يعني. قبل طبعا ما نبدا الفيديو، ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس وصلكوا كل جديد، وده غالبا هيكون اخر فيديو قبل ما اولد، مش عارفه يعني، ربنا يستر ان شاء الله. المهم تعالوا اوريكم الحاجات كده اللي انا جبتها بالترتيب، بس زي ما قلت لكم ما تنسوش اللايك وتكتبوا لي كومنتات حلوه. انا عارفه ان انتوا هتقولوا لي ما انت لسه جايبه مشتريات من قريب، بس من قريب ده كان تقريبا من شهر يعني وشويه، وانا جبت شويه حاجات مش كتير، فهوريكم دلوقتي كل الحاجه اللي انا جبتها تشوفوها. هي حاجات كده، يلا بينا. بصوا يا جماعه، اول حاجه جبتها الجبنه الرومي بتاعت هايبر. جبت 3 اطباق ماشي. انا هخلي عندي طبق وابعت لماما طبقين ب 37 الكيلو، ب 129 جنيه. طبعا قلت لكم قبل كده ان احنا لما بنجيب من السوبر ماركت العادي يعني، دول مثلا ممكن يكونوا ب 50 جنيه او والله بيبقوا كام واحده جوه الطبق. فطبعا هي في هايبر حلوه يعني، دول ب 38 جنيه. لو انا هجيبهم من هنا هيكونوا مش عارفه، هو اكيد نفس الوزن بس اكيد السعر اغلى. جبت الجبنه الفلامانك دي بتاعت مزارع دينا، دول ب 51 جنيه، 236 يعني ربع كيلو، الكيلو منها ب 219. انا جايبها عشان علي بيحبها. جبت كمان تمنين بسطرمه الكيلو ب 219. جبت تمنه هخليه في الثلاجه وتمنه هخليه في الفريزر، عشان برضو انا ما بروحش دايما مشوار هايبر، وبرضو اللي تحت في السوبر ماركت مش بتبقى قد كده. جبت طبعا كالعاده جبنه اللي هي دوبل كريم، هما كاتبين عليها الثلاجه، الكيلو ب 85، دول 406 نص كيلو يعني ب 37 جنيه. الجبنه الدوبل كريم عندهم حلوه قوي. هي دي بصوا اللي هي في السوبر ماركت مزبده، بس بتكون حلوه قوي. المره اللي فاتت انا جبت من مزارع دينا الجبنه دي اللي هي ملح خفيف او ثلاجه، عجبتني بصراحه، طعمها حلو قوي وتحسوا ان هي غنيه كده وفيها لبن. دول 274 جرام ب 19 جنيه، ب 20 جنيه، والكيلو ب 71 جنيه و80 قرش. حلوه جدا وطعمها حلو. طبعا حاجه مزارع دينا معروف ان هي تحفه. اول مره في حياتي اجيب حلاوه طحينيه من هايبر بصراحه، اول مره اجربها. دي حلاوه طحينيه بعين الجمل، في بالفستق وفي باللوز وفي بالسوداني وفي بالشوكولاته، اول مره اجربها بصراحه. الكيلو ب 64، دول نص كيلو و 30 جرام ب 34 جنيه و 30 قرش، ب 34 ونص. بصوا هي ما شاء الله مليانه مليانه مكسرات، فهي غالبا هتكون حلوه. هجربها برضو، اول مره اجربها، بس احنا قالت لي ان هي حلوه عشان هي بتجيبها دايما. جبت كمان اللبنه بتاعت مزارع دينا دي، برضو اول مره في حياتي اجيبها كده يعني. انا دايما لما بجيب لبنه بجيب اللي هي بتبقى جاهزه في الثلاجه. ده كيس برجر ميتكو اللي هو 25 قطعه، سريع عشان بس في السريع كده نعمل ونعمل برجر وخلاص. سعره كان 112 جنيه في 25 قطعه. حلو. جبت ايه بقى من الجزاره؟ تعالوا اوريك. جبت كيلو بفتيك، الكيلو ب 219 جنيه، ودول 956 جرام ب 230 لا الكيلو ب 230 ودول ب 219 جنيه. ده كيلو بفتيك، طبعا هما بيبقوا مقطعينه حلو وبيبقى تحفه بصراحه، غير بتاع الجزار اللي هنا. ودول 2 كيلو لحمه،
هقسمهم طبعا على اكياس ب465 الكيلو ب230 جنيه، طبعا اغلى من عند الجزار، بس طبعا القطعيه اللي انت بتختاريها بالدسم اللي انت عاوزاه. جبت كمان عرض الزبادي بتاعت جهينه ده 12 واحده ب30 جنيه. جبت 3 ازايز فيروز اهو، الاثنين كان عليهم عرض ب20 جنيه، هي في السوبر ماركت ب13 جنيه. جبت العيش ده طبعا عارفين ان انا بحبه بتاع الفرن بتاعت هايبر نفسها، كان نفسي الاقي توست بس ما لقيتش. تحفه حلوه قوي وطازه لسه معمول، حلوه قوي قوي قوي. جبت كمان العصير ده ليوسف اخويا، دول 4 بالشوكولاته هو بيحبه. جبت 2 لبن من دول عشان هعمل حاجه بالبشاميل فاعملها بيهم. بصراحه بكسل اجيب اللبن البلدي واغليه واسلق، بكسل. جبت دي اللي بجيبها كل مره 7 وبيبسي ب42 جنيه وفيها 12 واحده، هخليها برده لما يبقى جاي لي حد او كده احطها له. وعلي برده بيحب البيبسي فقلت هجيبها بقى. جبت ازازه رايب المراعي، لما قالت لي ان هي حلوه برده اول مره اجربها. انا جبت البلح ده لماما عشان هي بتحب البلح زي بالظبط، ما تقلقوش انا مش هاكل منه واولد ما تخافوش. دول الكيلو ب39 جنيه ب40 جنيه، دول ب19 جنيه 18 قرش، بلح اللي هو طري عجوه ده. بصوا بقى جبت كل البسكوتات دي. شوف اول حاجه جبتها طبعا في منهم حاجات ليوسف، انا مش جايبه كل ده ليا، دي لينا للبيت ليا انا وعلي عشان احنا بنحبها، اللي هي فريسكا دي تحفه بنحبها جدا ب30 جنيه باين او ب32 جنيه، حلوه وطعمها حلو يعني لو عايزنا ناكل حاجه حلوه وكده. الاوريو ده اهو جايبه عشان بصراحه هعمل بيه وصفه، اللي هي الصغيره اللي فيها 3. جبت برده علبه منها وبرده دي لينا كتاكيتو عشان برده علي بيحبها. علبه المعمول دي 45 جنيه جبتها لماما عشان هي برده بتحب البلح، غالبا انا طالعه لها بقى. الهوز المكس دي ليوسف جبتها له برده بيحبها. بسكوت النواعم ده ليا انا عشان بحب احط فيه بالشاي، والبالعجوه دي برده ليوسف. تمام تمام. جبت ايه تاني يا لبنى؟ اسبوراريكو. جبت ايه؟ جبت يا جماعه البن ده من البن البرازيلي ده 8 كيلو ب20 جنيه، تحفه ريحه وكل حاجه، هو وابو عوف بصراحه احلى نوعين بن بجيبهم. جبت ده اللي هو اريال جل، كانوا عاملين عليه عرض اللي هو 3 كيلو 300 جرام ب111 جنيه، هو هنا اغلى من كده بكتير، حلوه قوي. انا عندي لسه واحده، كنت شاريه واحده، كنت شاريه 3 اتبقى معايا واحده لاني غسلت الستاير والمفارش وكده، وجبت دي خليها عندي احتياطي. وجبت الكلور ده حلو قوي يا جماعه وتحفه الازرق ده. جبت طبعا حبيبه قلبي، انا عندي طبعا كتير بس انا بحب دي فجبتها، وكمان الازازه اللي عندي اللي بحط فيها من الجيركن كنت جايبه بتاع هايبر الشهر اللي فات باظت فقلت هجيبها. جبت الفوط دي، دول 6 فوط جبتهم هستخدمهم فوط قشط للنونايه، لان بصراحه لقيت فوط القشط صغيره قوي ومش حلوه، فهم ما شاء الله خامتهم حلوه قطن وكبار وحلوين، احطها على كتفي يعني وبعد ما النونايه تاكل. جبت صابونه ديتول عشان اخدها معايا المستشفى، لان لقيت ناس كتير قالوا ان هي حلوه ولازم ناخدها معانا، فها يلا ما تشوف. جبت الحجاره دي بتاعت ايفر ريدي او هي ايفر ريدي، ايفر ريدي ايوه صح شكرا. دي ب34 جنيه فيها 4 6 حجاره، محتاجاها بصراحه عشان عندي حاجات كتيره مش راضيه تشتغل، عايزه حجر كبير ده. طبعا شفت ان سانسوداين عاملين فرشه فجبتها اجربها، معرفش بقى هي كانت من زمان ولا لا. دي كانت ب28 جنيه، اكيد هتطلع حلوه مش عارفه بصراحه. وجبت ده من نيفيا لحين اشعار اخر، يعني لحين ما اجيب اللي انا بستخدمه دايما. بس كده هي دي الحاجات اللي انا جبتها. حاساكوا هتحسوا ان الحاجات اللي انا جبتها تافهه، بس دي الحاجات اللي ناقصاني، انا عندي حاجات كتيره لسه متبقيه عندي من المشتريات اللي جبتها الشهر اللي فات،
فعايزة بس اجيب حاجات من عند مثلا بتاع الفراخ كده، لحمة خلاص جبت مش هجيب تاني، فعايزة مثلا اجيب مثلا ربع كيلو لحمة مفرومة، عندي سجق في التلاجة، محتاجة بس اروح عند بتاع الفرارجي اجيب شوية حاجات فراخ وكده يعني. بس انا طبعا مش هعمل كل ده دلوقتي لانك زي ما قلت لكم انا هولد واروح عند ماما، بس كنت بفكر ان اجيب الحاجات دي اخليها في التلاجة جاهزة ومتبلة ومعمولة على الطبيخ على طول، بس انا مش قادرة اعمل ده دلوقتي، فحاسة ان هو هيكون مجهود كبير عليا انا مش هقدر عليه، خاصة ان انا خلاص يعني بجيب اخر اخر اخري، فمش هعمل كده بصراحة يعني، مش هجيب حاجة خلاص تاني. انا هيبقى عندي جبن وحاجات وفينو كده في التلاجة، لما ارجع مثلا سندوتش خفيف كده وخلاص يعني، مش هغامر اكتر من كده. لو قست حاجة بقى هبقى اجيب، هبقى اشوف ساعتها وقتي هيسمح ازاي، معرفش انه النهاية هتسكت ولا لا، يجوز تطلع بنوتة هادية كيوتة معرفش. بس خلاص هي دي الحاجات اللي انا جبتها يا جماعة، والله يعني طبعا هتدخلوا تكتبوا ان هي حاجات تافهة، بس انا شايفة ان هي بالنسبة لي مفيدة، كل واحدة بتبقى عارفة في بيتها ايه اللي ناقصها، هي عايزة تجيب ايه مش عايزة تجيب ايه، براحتكم. بس يا جماعة اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، دي كانت المشتريات قبل الولادة ب3 دقايق. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو عشان هقرا كل كومنتاتكم الحلوة، ولو ده اخر فيديو في هتشوفوه قبل مولد فادعوا لي دعوات كتيره قوي، وادعوا لي ان ربنا يقومني بالسلامه لاني خايفه قوي ومتوتره قوي، فادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي كتير قوي في الكومنتات، بجد هشوف كل الكومنتات الحلوه اللي هتدعوها لي عشان اعرف قد ايه انا غاليه عليكم. ادعوا لي ان انا اقوم بالسلامه يا رب عشان ارجع انور حياتكم تاني. بس كده، باي باي.